السلام عليكم. الخبر المتصدر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، الخبر هقراه لكم كده زي ما هو نازل في المصدر بتاعه، كام سطر منه أولانيين وبعد كده هنتكلم في الموضوع. الخبر نازل بيقول: اعتبرني زي أختك طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة. أحال المستشار فلان الفلاني المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية مندوبا بشركة شحن إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف سيدة متزوجة طالبة بكلية التجارة وإقامة علاقة معها عنوة، واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها. أقوال المجني عليها نازلة كلها في المصدر الخبري اللي احنا بنتكلم عليه. الموضوع هيبتدي كالتالي: محافظة الجيزة المنطقة الشعبية، البنت المتزوجة وبرضو طالبة في كلية التجارة، الخلافات الزوجية كانت ما بينها وما بين جوزها فقط علشان هي عاملة اكاونت على الفيسبوك وطلب منها اكتر من مرة ان هي تحوشه او تمحيه. في الوقت ده اخد التليفون منها وشاله. البنت بعد الخلافات دي على طول قررت ان هي تروح لأهلها في حلوان بعد ما خدت التليفون اللي اخده منها جوزها، تليفونها اخدته حطته في جيبها ونزلت على طول، وقررت في الوقت ده ان هي تروح عند بيتها في حلوان عند اهلها لغاية لما الموضوع يهدى. أول ما نزلت من البيت على طول حست إن جوزها بيراقبها وماشي وراها. في الوقت ده قررت إن هي تدخل أقرب محل عصير المفروض إن هي جنب بيتها أو إنه جنب بيتها. زي ما بتقول دخلت محل العصير علشان أتأكد إن جوزي ورايا ولا لأ، وقلت بالمرة أهدى شوية من التوتر اللي أنا فيه، وخصوصا إن هي أخدت التليفون من ورا جوزها، ولو مسكها وقفشها وإنت رايحة فين وجاية منين وعرف إن التليفون معاها الموضوع هيكبر أكتر. زي ما بتقول في أقوالها. في الوقت ده كله بعد ما شربت العصير بصت يمين وشمال، قالت أنا هدخل أول عمارة علشان استخبى من جوزي لو هو بيمشي ورايا أو لو هو بيتتبعني. دخلت بالفعل أول عمارة، قعدت في العمارة شوية حست إن في حد نازل من على سلم العمارة، على طول طلعت لغاية الدور الثاني وعملت نفسها إن هي نازلة من العمارة وكانت بتزور حد معين. برضو على أقوالها في الوقت ده نزل واحد بجلبية: انت بتعملي ايه هنا؟ انا بعملش حاجة، انا كنت عند حد فلان الفلاني، مفيش حد هنا، انت بتسرقي، انت حرامية، انت. بدأ ان هو يمسك ايديها، قلت له انا مش حرامية ولا اي حاجة وتأكد من الموضوع ده كله. قال لها كاميرات المراقبة عندنا بتقول ان في حصلت كذا سرقة وجايباك الكاميرات دي كلها. في الوقت ده بدأت البنت ان هي تتوسل له ان هي مش حرامية ولا اي حاجة. برضو على اقوالها في الوقت ده على طول بعد ما مسك ايديها قالت له وريني الكاميرات وبعدها حقك اللي انت تعمل اي حاجة، وهو اكد لها ان هو هيتصل بالمباحث علشان تيجي وهيسلمها للشرطة علشان هي حرامية. بعد استغاثات معينة البنت قالت له انا في كلية تجارة وكذا 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 وكذا، ولكن هو ما هموش الموضوع ده كله، قرر بعدها على طول ان هو ينزلها ويوديها في الدور الاول ويفتح الباب ويخليها لغاية لما ضباط الشرطة يجوا ويشوفوها. البنت قالت له انا معاك لغايه لما تشوف كاميرات المراقبه وبعد كده تتاكد من الموضوع ده كله، وبعدها لينا كلام تاني. الراجل ابو جلبيه سودا نزل على الدور الاول قعد يخبط على الباب، يخبط على الجرس: افتحي افتحي انا فلاني. محدش رضي يفتح، المفروض ان هو بيعمل نفسه فيلم معين علشان يدخل مع البنت جوه. المهم دخل بالمفتاح فتح الباب، البنت لقت الصاله كلها فاضيه والدنيا كلها ضلمه. قالت له انت مش بتقول ان في حد هنا، انت عايز مني ايه؟ في الوقت ده قرر ان هو يعتدي عليها اعتداء كامل. قال لها انا مش هعمل لك حاجه، انا كل اللي انا عايزه منك نص ساعه واتكل على الله. قعدت تتوسل له وتقول له انا فلانه وعلانه وترتانه وجوزي فلاني وعندي بنت صغيره وانا عامله مشاكل مع جوزي، وارجوك سيبني ترضى على مراتك او اختك او بنتك يتعمل لها حاجه زي كده ولا لا. الرجل طلمصت معاه في الاخر وقال لها انا مش عايزك الا نص ساعه، ادخلي الحمام لغايه لما اشرب سيجاره الحشيش وهو بيلفها، برضو على اقوالها تكوني طلعتي من الحمام. وقتها البنت دخلت الحمام فعلا وطلعت وهو كان برضو بيلف سيجاره الحشيش. حاولت ان هي تهرب او ان هي تمشي، ولكن اخرج زي ما بتقول سلاح ابيض وحاول ان هو يهددها. قال لها لو مشيتي من هنا هضربك وهقول اللي انت جيتي سرقتي وانا في مكاني وانا في بيتي. البنت استجابت له وعلاقة غير شرعية معاه لمدة نص ساعة، اعتدى عليها كأنه خطفها وكأنه برضه اغتصبها لمدة نص ساعة. بعد ما خلص الليلة دي كلها لبست هدومها وقال لها اتكلي على الله
مش عايزين صوت بدل ما اعمل لك فضيحه واعمل لك مصيبه. في الوقت ده وهي طالعه من الباب لقت ثلاث رجاله اول ما فتحت الباب، على طول استغاثت بيهم ووقعت في عرضهم. الحقوني، الراجل فلان الفلاني اغتصبني واعتدى عليا لمده قد كذا. الناس كلها اللي جت او اللي كانوا موجودين في الوقت ده قالوا لها ده اكتر واحد محترم في العماره، انت كدابه واكيد حراميه. قالت لهم راجعوا الكاميرات. راجعوا الكاميرات بالفعل، وفي الوقت ده ولحسن الحظ للبنت ولسوء الحظ للزوج ان مراته كمان جت. اتفرجوا على الكاميرات عرفوا ان هو فعلا دخلها لغايه المكان ده وهو ماسك ايديها زي ما الروايه بتقول، برضو على حد كلامها. في الوقت ده على طول بعد ما رجعوا الكاميرات اتاكدوا ان الراجل عمل الموضوع ده كله. اللي عملوه انهم اتصلوا بالشرطه واتصلوا بالمباحث، والموضوع اللي احنا حكينا لكم عليه. وزي ما قلنا لكم في اول الامر ان المحامي العام لنيابه جنوب الجيزه الكليه احال الراجل ده لمحكمه الجنايات لاتهامه بخطف والتعدي على بنت كليه التجاره اللي متجوزه وبرضه عندها طفله صغيره. جاء بامر الاحاله ان المتهم خطف المجني عليها كرها عنها بانها اقتضاها عنود بداخل العين محل سكنه، بعد ان اوعز لها بتسليمها الى الشرطه لارتيابه فيها بانها تقوم بالسرقه او بتركها اذا قامت بعلاقه معه. ده الموضوع اللي حصل تحديدا في منطقه الجيزه، في المنطقه المفروض ان هي كمان شعبيه. ده الموضوع باختصار شديد جدا، دي الحكايه من اولها لاخرها. الدرس الاول، او مش هنتكلم على دروس لان احنا مش مدرسين. سيبنا مهنه الدراسه والتدريس لاصحابها. الموضوع ببساطه انها اولا سابت جوزها وسابت بيتها وسابت بنتها الصغيره، كل ده علشان عامله فيسبوك. محروق ام الفيسبوك واحد، محروق برضو اللي انت تسيبي جوزك وما تسمعوش كلامه وهو خايف عليكي اللي انت عامله فيسبوك، والله اعلم عليه ايه. اتنين، تلاتة، بتقولي اللي انت نزلتي من البيت وتحركتي وجيتي وكنت حاسه ان هو ماشي وراكي، يعني اكيد المسافه اللي ما بين بيتك لغايه العماره اللي انت دخلتي فيها وعصير القصب المفروض ان هي منطقه واحده، والمفروض برضو ان انتوا جيران. ده على الكلام اللي احنا سامعينه من الاقوال بتاع المجني عليها. التحريات اكدت الكلام ده كله، والموضوع ده فعلا حصل، ولكن اللي احنا عايزين نقوله حاجه صغيره، المسافه من بيتك زي ما انت بتقولي لغايه محل العصير هيفرق كتير، ومن محل العصير لغايه البيت اللي جنب محل العصير برضه هيفرق كتير. اعتقد ان هي منطقه واحده، الله اعلم. المهم، الراجل برضه اللي مسكك وعمل لك الليله دي كلها، ما اعتقدش ان في واحده حره حتى لو هتموت هتسيب نفسها لمده نص ساعه او ساعه او ايا كان. ده رايي، والله اعلم في حاجه زي كده. رايكم انتوا هيفرق في حاجات زي كده كتير. في المجمل التحريات اكدت الموضوع واكدت ان الراجل عمل كده بكاميرات المراقبه. يعني احنا ما بنكدبش الموضوع نهائيا خالص، ولكن في حاجات برضه لوجيك او عقلانيه الواحد بيحب ان هو يفكر فيها ويدور وراها. مختصر الكلام في الموضوع ده كله، حافظوا على بيوتكم، حافظوا على اسواقكم، حافظوا على زوجاتكم. الموضوع ابسط من الليله دي كلها. فيسبوك محروق الفيسبوك. نت محروق النت، هو ما بيعملش حاجة زي كده إلا لو هو عفوا شاكك فيكي في حاجة معينة، حتى لو واحد في المليار. ده الموضوع اللي حصل تحديدا في منطقة الجيزة، والبنت خريجة التجارة أو اللي في كلية التجارة المتجوزة وعندها طفلة واللي اعتدي عليها، ولكن الأمر تحول كله لمحكمة الجنايات. رأيكم والدروس المستفادة بحاجة زي كده. سلام عليكم.